إذن بالعودة إلى مراسلتنا أحلام عثمان من شمال القدس لتطلعنا على المزيد من المعلومات وما صدر يعني في حال كان هنالك أي جديد. أحلام، تطلعين على أي جديد ربما صدر من الجانب الإسرائيلي حتى الآن؟ نعم لينا، في آخر هذه التطورات الحاصلة وبعد ما يزيد عن 6 ساعات منذ بدء هذه التطورات وهذه المعركة التي سميت بطوفان الأقصى أو من الجانب الإسرائيلي بالسيوف الحديدية، هنا ووفق متحدث الجيش الإسرائيلي الذي أمر بزيادة عدد القوات العسكرية في الساحة الشمالية أي على الجبهة الشمالية مع الحدود اللبنانية، وهذا يأتي في سياق إمكانية ارتفاع منسوب التوتر وحدة التصعيد لتصل إلى ساحات أخرى غير الساحة مع الساحة الجنوبية مع قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك يقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن أمام إسرائيل ساعات صعبة مقبلة وهناك العديد من المقاتلين الذين ينتمون إلى حركة حماس يتجولون في عدد وعلى حد تعبيره في كل مكان في مناطق ومستوطنات غلاف غزة وعلى المستوطنين الذين يتواجدون في تلك المناطق أن يتوخوا الحيطة والحظر، وعلى ما يبدو بأن هذه الاشتباكات أيضا ما زالت مستمرة، ووفقا للمصادر الإسرائيلية التي تتحدث عن استمرار هذه الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن المختلفة الإسرائيلية في تلك المنطقة مع الفلسطينيين وتحديدا من كتائب القسام، والحديث عن وجود عدد من الرهائن من قبل الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة. نحن نتحدث عن منطقة خاصة أعلن عنها من قبل وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت على طول أو في قطر 80 كيلومترا من السياج الفاصل مع قطاع غزة. إذا هذه الحالة مستمرة مع وقف جميع التجمعات وأوامر من قبل الجبهة الداخلية بالإبقاء في المنازل للجمهور الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعطيل المدارس غدا وحتى الساعة 1 بتوقيت القدس، أي ما يقرب هناك قرابة 3000 صاروخ أطلقوا من قطاع غزة باتجاه المواقع الإسرائيلية. وأيضا فيما يتعلق بهذا التطور الحاصل وإمكانية سيناريو اندلاع أيضا ودخول ساحة أخرى إلى هذه المواجهة، هناك أيضا طلب من رئيسة بلدية حيفا من أن تقوم القيادات الجبهة الداخلية بالتحرك من أجل إخلاء المصانع الموجودة في خليج مدينة حيفا، ومعروف بأن هذه المصانع هي تحمل العديد من المواد الكيماوية الخطرة والمواد السامة، وهذا الطلب يأتي في أعقاب كل هذا التوتر وإمكانية أن تدخل هذه المنطقة منطقة حيفا إلى صلب هذه المواجهة مع دخول الجبهة الشمالية. إذا كل هذه السيناريوهات محتملة مع وقع التطورات الحاصلة في مناطق قطاع غزة. هذا أيضا وفي سياقه يأتي الأوامر بإغلاق عدد من الحواجز والمعابر الموجودة في محيط الضفة الغربية ونقاط التماس هناك خشية من أن يكون تسلل لمقاتلين فلسطينيين باتجاه مناطق الخط الأخضر. طيب، وتبعا لذلك عمليات أحلام، يعني بالنسبة للرهائن التي تحدثت عنهم قبل قليل، صحيفة يدعوت أحرنوت تنسب لمصادر فلسطينية، قولها أنه تم أسر 53 إسرائيلي وجرى نقلهم إلى غزة، هل لديك أي معلومات أو يعني حقيقة هذا الأمر؟ حتى هذه الأثناء من الجانب الإسرائيلي هم يتحدثون عن وجود رهائن فعلياً، ولكن
إن كان تم نقلهم إلى مناطق قطاع غزة أو هم باقون في منطقة المستوطنات، وهذا لم يتحدد فعليا أو عدد هؤلاء الرهائن الذين تقتادهم حركة حماس. وبالتالي هناك خشية من نشر هذه المعلومات حتى نتأكد من صحتها ومدى دقتها فعليا، إن كان سوف يصدر هناك بيان رسمي أو معلومات من الجهات الرسمية الإسرائيلية. ولكن وفق المصادر الإسرائيلية وأيضا وفق القناة الثانية عشر التي تحدثت فعليا عن وجود رهائن ومن قبل رهائن إسرائيليين، وبالتالي أيضا وفق ما تحدث به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأن هناك تواجد للعديد من المقاتلين الفلسطينيين التابعين لحركة حماس في كل مكان في مناطق غلاف في غزة، وهذا ما يرشح إمكانية وجود فعليا عدد لا بأس به من الرهائن مع وجود أعداد كبيرة أيضا من المصابين وأيضا القتلى. نتحدث عن 22 قتيلا بالإضافة إلى ما يزيد عن 545 مصابا، من بينهم ما لا يقل عن 25 مصاب بحالة خطرة إلى حالة صعبة، أيضا نقلوا إلى مختلف المستشفيات الإسرائيلية من منطقة الجنوب أي من منطقة غلاف غزة إلى منطقة المركز تل أبيب وبالقرب منها. طيب أشكرك أحلام عثمان على كل هذه المعلومات وما أفدتينا به حتى الآن، كنت معنا من شمال القدس.